تعطلت اصاحبي. الشركه تيضحكوا السيد مخطوط وما الله شنو هو اثر ديال الحلو شاهو فرخ فرخ ديال الحجل وانا مخوره موعد غادي فلاش ما تبريت وهو ذا حتى تركا يلا ومعنا جبال سيدي غير السلام عليكم الشباب نتمنى تكونوا بصحة جيدة. المهم الإخوان الخمسة ديال الصباح هذه طالعين إن شاء الله اليوم لجبل تيدي غين اللي كيتعتبر من أكبر جبال في سلسلة جبال الريف، هو ثاني أكبر جبل في المغرب اللي كيمتد الطول ديالو على سطح الأرض 2456 متر. خود بقاو معنا ندرس لكم اليوم يحيى خاطر خويا أنا زين. ها هو الإخوان اللي غنشوفه غايزين الباكاج ديالنا البوراق هذا اللي كيكون من طنجة كازا عندك كازا بياجو هذه كطارازن طارازن شليكي نطف نجيب حالي نطور الاستعداد يوم البركة كما كتشوفو هذا البوراق غير مورا اخوان احنا شادين الطريق الى الجبل ان شاء الله شحال السوايع تقريبا باش نوصلوا شحال على حساب الطريق انا دابا حنا غادي دابا حنا غنمشيو وغنجلسوا في واحد البلاصه غنفطروا كذا علاش نشدوا الطريق نتوما قول واحد السويعه د المكانه ولا ساعه ونص باش غادي نفطروا ان شاء الله ومن بعد عاوتاني نتحركوا لتيدغين سير على ليتس جو ليتس جو ممكن خويا خالد طرازان الريف او سي مراد وداك الدريره الصغيور اللي هنا سميتو هذا ياسين وطبيعه الحال السي يحيى كانت الساعة في السماء واخا طراسنا شحال الساعة؟ دابا 6:13 دقيقة مع شكون ان شاء الله في القمة؟ ان شاء الله المهم حنا راه غندو واحد شوية الروطر على حساب غنفطرو في واحد البلاصة نقدروا نكونوا تما مع ديك العشرة 10 10 ونص ان شاء الله على بركة الله ان شاء الله يا ربي واه شو العلاقة بين ضربنا الاخوان باقي الخير واه ما ضربنا حتى نص ديال الطريق وطش واه واه ضاربين الحساب ان يحيى غادي يعطش لنا في السطر ما شربتش اصاحبي كان علينا نعمروا ليه الحزاك عطشان عطشان خصك تكون طرزان اصاحبي حالك واه 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 والله يتمتنا بالعطش بالله هو صراحة وحق الله ابو وحدو وانا من 3 ديال الصباح وانا باغي نشرب اصاحبي شو دابا شحال الساعة دابا احنا قرابين هنا شحال الساعة دابا شي شي 7 ولا 6 ونص العقبة كتشوف فينا قدام واه 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 شحال من كرومات باقي لنا ان شاء الله خويا طه زعما باش نوصل للقمة الرباع حتى الثمن ديال داك الشيء باش تقدر شحال تقريبا من اللي طلع من الطلع اللي غنطلع اللي طلعنا حتى القمة ديال الجبل تكون واحد جوج ساعات اخيرا الاخوان نشربوا حق الله من بعد معاناه طويله بسم الله عشنا يا اخي بحاجه مراد يا خرجينا الحلوف وحنا ما موجودين ليه والو كاينه الحلوف هنا كتقول لي غبري حلوف ما كيبغيش الله يحفظو الصافي الاخوان غير فكري وما تخاف تكلف بيه طرازان اش كدير مراد كنوجد
نوجدوا باش نصاوبوا الفطور ان شاء الله. ضروري خاصنا العواد. راك عارف. اخيرا الاخوان كما تلاحظون وصلنا للمرحله الاولى. والسي طرازان شحال بقى لنا من المرحله دابا؟ هنا ان شاء الله غنفطروا. دابا ضربنا نص كبير ديال الطريق. هنا ان شاء الله غنفطروا. السي مراد كيف قال لكم كيجمع في العواد تبارك الله عليه. بارك فيك. انا ما كندير والو. تجربه رائعه. ها؟ اقصد سيروا لهلا خطاكم عليا. انتوما الاخوان. اش كاين تما مراد اش كاين؟ اخويا القص. انا دابا حاليا غادي نقادو هادشي الامور ديال الغداء بوحده والامور ديال الفطور ان شاء الله ونعطيك واحد الغرة باش تشرب حيت كتب لي تحفال. هو السي البوكوز يحيى عطيه يشرب. صافي طرزان الجبال الحمد لله نسخن هنا مشى نسقد انا وتشنى جبل لا سقد اختي هادشي الله عمرك تسلغ ايوا قدامي الدراري استاذ استاذ شعلوا العافيه الاخوان باش نطيبوا الفطور ياك السي طرزان يا خويا مرحبا فطروا ان شاء الله نكملوا طريقنا ان شاء الله يا رب ولا نعيد اصلا داك الشيء مزيان يكثر شيء سيد فاطمه زعما شاد ربع يكيدنا في سي مراد كي غسل في النعناع النعناع دار الشريبه او السي خالد يصايب لينا في اتاي ما يجيش لا طيب ما يجيش الله خافي ما كاين ندوز انا تروح يا شنو بل غسل فكرينا روح كي نجي وكا جيت لك واش غنقول لكم والله الا راكم مهلاين فيا الاخوان مرحبا مرحبا خويا يحيى نهار كبير هادو الله يحفظك هادو احفاد عبد الكريم خطاب يا سيدي يحيى سي طرازان طرازان الريف قرب تاكل يلا يلا قرب تاكل يلا الدراري ملي كتباع الكرش كتقول الراس غني اخوان من بعد ما سالينا فطرنا غير كملوا طريقنا الى قمه الجبل يلا ليتس جو احنا الاخوان بعد ضربنا واحد المسافه ها هو هذا دوار اخر مشيو اللي جينا منه الدوار اللي جينا منه مقاش كيفان كاين وراه الجبل هذا ملان هنا الاخوان واخا نكونوا غاديين شادين طريق ديال البلقان نتعذبوا واش هاد العذاب هذا واه 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 واش حساب لك غير اجي وصل للقمه واش انت مسطي قلت لك باش توصل للقمه خاص تعذب شويه حنا الاخوان الان على بضع دقائق بضع دقائق قليله للوصول الى قمه جبل تيديرين واخيرا الاخوان بعد معاناة طويلة وصلنا لقمة ديال جبل تيدي غير
الان وصلنا للقمه جبل شيدي غين علو 2456 اعلى قمه من الريف. اخويا طرزان مرحبا يا خويا العزيز. بابا كيفاش شو بحال بابا يمكن تبان لك في الاتجاه تاونات والاتجاه هذا اساقن عزيلة اساقن ترقيست الاتجاه هذا كيبقى ديال تماديت هنا تماديت وهنا تاونات هنا تاونات كيبان واحد السد من هنا ديال تاونات دابا بابا كيفاش دابا نوريك عرفتي يكون شوية هنا كاينة تماديت نظرتي من هنايا تاونات الا جيتي لهاد الاتجاه هذا كتشوف اساقن اساقن ازيلا الاساقن ملتي واحد شويه هكا طلع لك تاتاركيس كتبان لك بسم الله كاينه ريحه البنين كيحطون البنين كيف قال لكم الاخ مراد هنا كيجيبوا البنين ديالهم الناس اللي كتطلع بالبنين كتخليهم هنا الله يعطيك الصحه الله اكبر بسم الله مسجد هذا الاخوان يا كطرازه مسجد هذا المحراب والعقب باين راه باين كيلقى الشمعات كيلقى شويه الاجر هنا الاخوان كاين هذا الله اكبر شنو هذيك المكتوبه بالاميزيغي شنو وطرزان هذيك المكتوبه بالاميزيغي شنو والله ما عرفت الامازيغي ما عرفتش الامازيغي المهم اللي امازيغي كتب لنا في التعليق قلنا شنو هما هاد الحروف هادو شنو كيعنيو يلا السي مراد يلا السي مراد راه الخبز جا الجوع زعما خبز الجوع جاك الجوع عطا راسك بركدو وانت فين الجوع كنعاني من قله ديال جاني الجوع انما تشهيت ديك الغدا ديال الجبل خالد يا سي خالد طب شويه خالد من جبال الريفيه كيس على البطاطا تياكل فيها خصك محفورين هذينا كنشويو وبغينا نطيبو فهمتوا كيفاش ضروري العالميه خوج انا الجوع غنتغداو ان شاء الله ونتلاقاو تبارك الله عليكم لمسات الاخير ديال السي مراد طاجين صافي كتامل بقى لي غير يتحط فوق الجمر هذيك السي مراد وهو الاخوان الطاجين كيف ما شفتوا طاب سي مراد هو اللي كان تكلف به تبارك الله عليه راه كلنا تكلفنا اللهم بارك خويا طرزان اش كتقول والسي خالد احفظك اخويا تبارك الله عليكم الخير موجود اللهم بارك الاخوان ها مراد راه مهلي فينا من ورا الطاجين درنا شويه ديال الدجاج تبارك الله تبارك الله تبارك الله كلمه سي مراد مرحبا بكم المهم الاخوان كانت هذه هي النهايه ديال هذا الفيديو هذا عشنا تجربه زوينه مع خوتنا ريافه تهلاو فينا الله يرضي عليهم خويا مراد بالاخص خويا مراد تحية خويا مراد مرحبا خويا يحيى نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديال الاصدقاء ومرحبا باي واحد بغى يدير بحال هذه الخرجه هذه
ان شاء الله. سي خالد نحضرك اخويا يحيى، مرحبا بك. والسي طرازان ها هو الاخوان تسقو يلا جباد ما عندك مين تيدي غينا الاخوان، نريد ان اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان وخاصه في فلسطين. موطني موطني.